Merci. إذن إتمام القنطرة اللي كانت نهاوات الجمهورية على طريق الأربعين دريا مع الكروش اللي كاين ديال سيدي حسين وكزنايا عن طريق هادي مقفصة. إذن صباح الخير من طنجة، يوم أربعاء 7 مارس 2018. الفيديو يبثق الحالة الجوية، يوم مشمس مشمس أو مشمس على العموم. أزيد من أسبوع على طنجة تساقطت مطرية هامة جدا، كتكون الدنيا غزالة هنايا ملي كتكون كتخرج الشمس بعد المطر. البني بزاف بساعة أكثر مني، نتمنى إصلاح الطريق هذي ديال 40 دريا اللي كدير البياج ديال فتح الباب ديال لوتوبوس على طريق 40 دريا. طبعا عندليا منصر عندليا راه كاين في الراس، كاين عندليا الصغيرة وعندليا الكبيرة. وذلك أعظم من منفعتكم بأموالكم وأولادكم.